يا رفيق، حكومة ايه؟ رفيق شوفك ولا ليش عم تعيط ولا غريب؟ يستر على عرضك. قصدك بهالخدمة يا وفي. شو بدك؟ بدي منك تروح لعند معلمي ابو عامر وتقول له يجي طالعني من هون هلا هلا. شو بالظاهر مليت بالقعدة عند منا؟ وبركة ما رضي يطالعك من هون ولا؟ بيرضى شو ما يرضى. انت بس روح لعنده وقول له بيقول لك غريب اللي بدك يا صار، وانه هو تربى على الاخر وما بقى رح يعيدها. بس هيك قول له ولا غريب؟ انت بس قول له هدول الكلمتين وقول لك عندي اكراميه محرزه. منك ولا؟ شو معنى معبي عينك وفيه؟ وحيات عينك على الغالي. بس طلعت من هون لحتى تاخذ مني مجيديه بحالها. انت بدك تعطيني مجيديه ولا؟ وها هي شواربي. شو عليه؟ هلا على حالك بروح بقول له ليش ما بقول له بقول له. وخليه يجيب معه اجل الفوال مشان يتنازل عن الشكوى. شو عليه؟ كمان بصير مشي. قد ما بتقدر عجل على حب النبي يا وفي. لعينيك. بس مجيديه ولا ها؟ حطيت ايدي على شواربي.